فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت المرأة كبيرة سن، نعم، أكبر من 50 عام، فهل يشترط لها إذا محرم؟ كانت المرأة كبيرة سن لها أكثر من 50 عاما، فهل يشترط لها المحرم؟ إيه نعم، لو هي عجوز تحتاج المحرم، من يقوم بها، من يتولاها، من يحملها، من تحتاج إلى محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بل هذه أحوج إلى المحرم من النشيطة. نعم.